واحد البريط ما في البيضاء حي الفضل منك المدرسة من مشى ولدك شحال عنده من العام؟ عنده 15 عام منك من المدرسة خاف مني مشى غادي في التركيب كيبكي خايف مني حيت منك خافني نضربو من غادي عندي برطنا في البيضاء جيتا في فضل غادي ليه غادي كيبكي تلقى ليه لي تنصب عليه هادو ساكن في دوار ولاد خشان كيعرفوكم ما عندي حتى علاقه بهم انا مشيت درت مذكره ديال البحث هنا في الكاتريم ديال سيدي عثمان ما كاين والو البوليس كيقلبوا وانا كنقلبوا هما خازنينه عندهم مشيت درت شيكي عند البوليس مشيت لطنجه لحت صور ديالو في طنجه ما خليت حتى بلاصه في المغرب ما جريتهاش اي اتجاه في المغرب مشيت سيمانه وانا في طنجه في الفك كنقلب ما كاين حتى شي نتيجه والو هو خازنو عند حتى جا الدري دخل على بغته ام السخ عفيان دخل الدري لواحد الحاله فيها ما يتصورش لها تقريبا شي اربع شهور وما يزيدوا عليها مالك ولدي فين كتي برك عندنا واحد المده قلنا با نشدوا واحد السيتي وهذه حفر الديبه بزاف الاجرام كيوقع فيها ماشي هذا اول اجرام عدة فيها اغتصاب فيها قتل من ورا ولدي بزاف ديال الجرائم وقعو فيها شدني واحد ليله با كان سكراني شدني با بغيت تصمني منهم واحد خينا رين با الدار الثانويه راه طاحت لي بغيت نزيد دخلني للبيت سبت للبيت حطني فوق سداريه الدار الثانويه ويا تحت جنوي اختي تيلي بركبتو غير سديت عليه بالزكر جاو دازت واحد الفتره ما يجيو البوليس ياك اودي ما كاين باس قال لك لا ولدك راه قاتل اودي انا قولي لنا كيفاش قاتل قال لك سير المحكمه وسول عليه لا ما قال لنا والو قال لك عشتني واحد الصحاب غالينا نضرب اغتصبت وهربت وجيت ما قالش لنا راه نضربت ولا كذا ولا كذا جاو شي يامان جات البوليس داوه قولي لنا مالو قال لك هذا راه قاتل روح. او كتي ملي دي مذكره ديال الحسن علي ولدي القاسم راه ما يمكنش جاوا البوليس الدواء طلع حتى المحضر ديالو في المحكمه كان يقول باش عرفتي السيد بقى حتى خنز راه غير بهيمه لك تيرابطها مثلا الغد كتراقبها يا كيما تلوتي على القنبله على عنقها او على رجلها واش انت السيد امك يا النار ها الباب ها الباب غير ساكن امه وراه وتيصرح للشرطه القضائيه بانه باش عرف السيد ميت طل فوق الباب هذا شيء لا يعقل في المحضر ديال السلطه القضيه يقول طليت من فوق الباب عنده تناقض في الملف ومرات يقول لهم جريت الباب وطليت والدري تيقول لهم في شي الإصلاحية يقول, يقول انا ما درتش نص القفل وعند قضيه تحقيق تيقول ما درتش نص القفل هما تيقولوا ماشي انا هما كيقولوا القضيه تحقيق ان ان البراكه فيها نص القفل ما يمكنش الدري مزعوق وواحد كبر من باه او قد باه شحال من عمره غيضر معاه وغادي ينوض ومشي بالريع على السنسر وقفل لا ما غير محاوله هادشي ما كيتقبلوش عقل دري صغير الدار ما وناض كيبري على السنسر وقفل فين كاينين وجا سد عليه قال لي هبو هادوك الناس كانوا كيجيبوا با كيسقى كيسهرو وكيجيبوا با كل ليله كيجيبوا شي خاتم ما كان بيدق هذيك البلاصه كانت سو... كانت ساكن قالوا دوار بيتشو هادوك الناس هاجروا عطاتهم الدوله فين يسكنوا بقى داكشي بحال الاثار كيمشيو لهذوك الدور كيقصروا فيهم دابا ملي كثروا الجرائم تما جات الدوله كرطات داكشي الشيء قال لي با ديك الليله كانوا مقصرين اللي با اللي عارف اللي قاتل الحقيقي وهي المراه هذيك الليله با قال لي, لي كانت مناوره شدني هذاك السيد اللي مات قال لي شدني بو فرزني كنقول لي شبغيتي 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 دخلني البركه وخبطني وهذوك كانوا معاه هذو كانوا وحده في براكه اخرى في بركة وغير حدا ما سمعتو لا غوات ما سمعتو لا مضاربان ما سمعتو لا والو على الاقل الصباح قلب على ولدي وقلب على داك السيد تا السيد حتى خنز تعطيت ريحتو هاد الجنوية ضربني من راسي طاح الجنوية باخشي في بركبتو وهربت ودرت أو عليه الزكروم ما درتش نصل القفل وعند قاضي تحقيق وعند الشرطة تقول لهم ما درتش نصل القفل ما درتهمش بريء من سنسل القفل علاش ملي جا ولدي عندك علاش ما جبتيهش ليا؟ او عطيه للبوليس ما تيتمنتاش خيريه انا راه غادي نتابع القضيه هذه غير ضد ولدي راه نتابع قضائيا جازت القضيه كتبت للوكيل العام رئاسه النيابه العامه وجاوبوني الجواب راه عندي قال لي سير هذا الوكيل العام ديال السيناف تلقى الجواب الوقت اللي كان مشيت يقول لي هاد المحضر ما كاينش كتبت للوزير العدل بلا جواب مشيت للمرصد الوطني لحقوق الطفل وهذا نداء كنوجهو للمرصد فين هما المسؤولين ديال المرصد فين هما الجمعيات ديال حقوق الطفل اللي عندنا هنا في المغرب فين هما هذه يعني نداء كنوجهو لجميع الجمعيات اللي في المغرب بان الطفل كيقرا وهاد الناس من دوك الطوغاش عندهم كيقول لك عندنا النفوذ وعندنا المال هاد الناس عندهم النفوذ وعندهم المال اختي ما الا الله دوك ودي مرض نفساني تم مرار الدول مرض مرض اولاد مرض نفساني ما شوفيش فيه مورا دي في ذيك المرة الاخرى في الحي الفضل هكا زكي ما قادرش يجي هنا كاع هنا بالمسيبة لان دي غير دار الوراثة هذه غير دار الوراثة اختي انا كنطلب من من الجمعيات ومن السلطات ومن الناس القضاة يهتموا بهذا الامر وهذا القاضي اللي يحكم عليه نهار الجمعة نطلب منه راجع للملف لان الوكيل العام طالب الحضور ديالهم هما اللي كانوا شابرين الدري لان درت شكاية وطالبين بالحضور ديالهم يتحاكموا قبل من ولدي وانا كنرفض تيدوزو هما ودوز مدير الحكام اذا حكم الله عرفت كيحكي من العبد الا ودي فعلا ندير شي حاجه ياخذ الجزاء ديالو الا هذوك الناصبين عليه وخازنين وعندهم راه ياخذوا الجزاء ديالهم ماشي يخزنوا الملف هذا نداء كان وجه الله ينصره والله يعطيه صحيحته كنطلب منه تا يكون فيه التدخل انا ولي غادي بشي هذا انا منصوره ظلما وعدوانا هذوك الناس طاغين هذوك الناس عندهم المال عندهم قالك النفوذ وقالوا لي ما تخليه كيهدوا الان كيهدوا انت باش نبيع هذيك البرطمه انت وكي ما الا ما تخليتيش هذا الملف راه ندخلوك فين دخلنا ولدك بيت انت مرارا وكيصيفطوا لي ناس كيهدوني وهذا نداء كان وجه سيدنا. الله يعطيه صحيحته الله يشافيه وسيدي محمد السادس يدخلوا في هذا الامر ولدك باقي طفل ولدي باقي طفل قصير دير هذا كيبكي لحد الان عند قايد تحقيق وبقى في قايد تحقيق يقول لي انا ما قتلتوش شو يا استاذ بقا حي واش تبشر وكان مستغل وكتنوضوا باش يخدم وما فيه هو ميت هذا ولدي كما كان كيسرح لك وما راقبتيش غير واش خرجت هذا راه شيء لا يعقل وكتقول بانني طليت من فوق الباب وشويه كتقول لي مجريت الباب باش عرفتيه ميت باش عرفتي الطوبة واكلاه صرحت للسلطة بانه واكلاه الطوبة من فمه كل ما قلبتيش وحليتي الباب وربما انت اللي قاتلو انا ما كنخاف الا الله انا متيقن ولدي عارف واش كيسوى راه ولدي هذاك عارف انا اش كيسوى كيقرا من داك ش... الان في الاصلاحيه وكيضرب الرقم القياسي الوقت اللي كيبغي يدوز في الجلسه كي كي ما كيخلونيش ندخل نهضر كيودوز غير في القاعه ما كيخلونيش ندخل كنبغي ندخل كيحبسني البوليسي يقول سير برا اللي دا ولدي نهار كيضحك كيشوف كيشوف اشنو كيشوف اشنو غيدير حكيم علاش جاي كتربس ديك صيفتي لا علاش جاي كتربس عليه اذا انت في راسك نهار الجمعه انا انا كنرفض هذا الحكم حتى يدوز الاوامر ديال السيد الوكيل العام ماشي الاوامر ديالي انا الاوامر ديال الوكيل العام حتى يدوز قانونيا عاد باش يدوز حكيم ولدي عبد الحكيم وانا عندي ثقه في القضاء المغربي بزاف بزاف كاع ما ضاع حق وراءه طالب انا عارف عارف هذوك الناس هذا الشيء عاجمي ما غيظلمش ولدي هذاك السيد كيبغي الحق هذاك السيد الله يعطيه صحيح حتى هو كيبغي الحق وحنا في دوله الحق وكنطلب من السي عجمي يطبق القانون ديالو بان ولدي راه مظلوم بان راه هو اللي فراسو اللي قاتل ويجيب السيده انا كنطلب من من السي عجمي يحضر لي تابع كيف ديال الوكيل العام لاقاش طالب الحضور ديالهم